السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. تاريخ الفيديو بتاعك ايه؟ 3 مايو. ربنا يجعل ايامكم مباركه، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير. لو كنت فتاه او راجل اللي بيتفرجوا عليا قولوا ورايا الدعاء ده: اللهم بشرنا بالفرج كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، اللهم املاء قلوبنا وقلوب بين ابنائنا وبناتنا بالرضا والفرح والسعاده والهنا. ربنا هيجعل ايامكم جميله ويبقى في عوض، ونشوف مع بعض. يلا بينا برج السرطان. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة برج السرطان، انت هنا عندك فرحة بس عندك حيرة دايما، عندك فرحة وعندك حيرة دايما. الفرحة دي هتبقى في ارض بيتك، الفرحة دي بنجاحك بعملك بمشروعك باللي انت بتخطط له في حياتك، بس الحيرة دي ليه يا برج السرطان؟ كل ما بتطلع من الهم بتلاقي نفسك وقعت فيه تاني. طيب راجل السرطان وفتاة السرطان، اول حاجة برج السرطان انتم عندكم علاقة جديدة، عندكم علاقة جديدة او طرف تاني، او اتفرقتوا بينك وبين الشريك بسبب طرف تالت. بص يا برج السرطان، اول حاجة انت بتتعب كتير في حياتك العاطفية، دايما بتعافر ودايما بتدي اكتر فوق طاقتك، دايما بتدي كتير، بس شايفة ان عندك طرف تالت. الطرف التالت ده عايز، لا اما عايز ياخد منك الشريك، لا اما مش عايز لك الخير، لا اما عايز يوقعك انت في شر اعماله. احذر يا برج السرطان، شايفه ان انت كتله كده كبيره، دايما عندك اعصاب قويه، دايما عندك امور، دايما انت بتبين ان انت قوي، بس كل ما بتطلع من الهم بتلاقي نفسك فيه. لما بيجي السرير بالليل ويجي الليل وعشان تنام، الصداع بيمسك دماغك، القلق والحيره والتوتر، ما بتقدرش تنام، بتبقى كتله من النار، ما بتقدرش تتحرك، ما بتقدرش تعمل اي حاجه. عندك حسد وغيره من ناس مقربين ليك، الناس المقربين دول ليك مزعجين لحياتك وبيحاولوا يعملوا لك توتر وحيره في حياتك. انت صحتك في النازل يا برج السرطان، صحتك في النازل، حاول ان انت تحسن من نفسك، لاما عندك حد تعبان شايل همك، الحد ده انت زعلان عليه ودايما بتحاول بتقول يا رب بتقول يا رب اسعده، يا رب اكرمه، زعلان على امره. انت عندك امر مجدي، الدنيا بتوديك وبتجيبك يا برج السرطان، مفيش حاجة بتكمل عندك، مفيش حاجة بتكمل عندك، بس شايفة ان انت لازم تفكر صح، بلاش تكون مستعجل، بلاش تتكلم كتير، اكتم داري على شمعتك تقيل، اكتم على حياتك، اكتم على افعالك، اكتم على امورك، اكتم على كل حاجة. انت شوية هنا وشوية هنا، حاول تحسبها صح علشان تقدر تكمل وتقدر توصل لهدفك. صحتك هيكون فيها خير بس بعد حبة وقت. شايفة كمان يا برج السرطان ان شاء الله بإذن الله هيكون عندك صحة قوية، وهيكون عندك سلامة في حياتك، وهيكون عندك خير بإذن الله. انت الفترة اللي فاتت كنت تعبان، شايفة ان عندك طاقة إيجابية وعندك طاقة حلوة، عندك خبر حامل، عندك ارتباط جديد، عندك انفراج، عندك مشروع في العمل، عندك فرحة هتجيلك انت ما كنتش متوقعها او ما كنتش مستنيها، عندك كذا حاجة حلوة يا برج السرطان، عندك طاقة حلوة جدا 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 انت ما كنتش متوقعها ابدا. الطاقة دي هتكون من نصيبك وهتكون من رزقك وهتكون من حياتك بالكامل. حاول ان انت تطلع من الضيقة اللي انت فيها ومن الخنقة ومن كل حاجة وحشة. شايفة كمان ان انت زرعت حاجات كتيرة جدا، زرعت حاجات كتير، يعني اقدر اقول لك اللي انت زرعته هتحصده، انت عملت المستحيل عشان تقدر توصل الى هدفك وتوصل الى الامر المقضي اللي انت عايز توصل له، بس شايفة ان انت مهموم وتعبان وحزين، بس هتطلع باذن الله زي الصاروخ. انت دايما قوي وبتبين للعالم ان انت مبسوط، وعشان كده دايما محسود ودايما عندك امور عكس اللي في حياتك يا برج السرطان. اللي باعك بيعه، اللي سابك سيبه، اللي خانك مش هقول لك خونه بس ابعد عنه، اي حد مزعج ابعد عنه، حاول تصفي حساباتك. عندك اخبار حلوه وعندك نجاح وعندك دخول محكمه بالخير باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. اللقاء المهم اللي في العمل ده هيبقى حلو ليك، شايفه ان العيون الكتيره اللي عليك دي سيبك منها، دايما خلي املك في ربنا وسيبك من كل المشاكل اللي في حياتك واللي في بالك، ارمي كل الهموم ورا ظهرك، حاول تلملم كل اوجاعك،
حاول تلملم كل اوجاعك ورا ظهرك وترميها، علشان شايفه ان الوصول الى هدفك ده هتوصل له باذن الله. سيبك من كل المشاكل اللي في حياتك، بلاش تركض ورا حد مش عايزك، بلاش تدي حد، بلاش تدي حد هو مش مقدر النعمه اللي انت فيها. انت قلبك طيب حنين قوي، بس مشكلتك انك دايما متسرع، دايما بتحزين، دايما بتخلي الطاقة السلبية تسيطر على طاقتك الايجابية. حاول تحسن من امورك. انا شايفة ان عندك اخبار كتيرة حلوة، بس شايفة انه عندك حد بيحسدك، عندك امور معكسة حياتك، عندك انت عايش في دوامة الفترة دي، حاجة بتوديك وحاجة بتجيبك، حياتك ما بتكملش ابدا يا برج السرطان. وعلشان كده اقدر اقول لك نصيحتي ليك، مساحتك هتكون فاضية اليومين اللي جايين. المساحة دي هيبقى فيها عندك خبرين سراع، الخبرين دول هيحسنوا من امورك، هيحسنوا من تصرفاتك. حاول تكون حكيم في حياتك. شايفة ان عندك صلح في حياتك وعندك مواجهة، هنا عندك هنا صلح وعندك مواجهة، وعندك قسم اليمين، عندك مواجهة وعندك صلح وعندك قسم اليمين. انت هتحلف اليمين، هتحلف اليمين. المواجهة دي خير ليك، والاخبار الحلوة دي هتكون من نصيبك يا برج السرطان. بس احذر من الاشخاص اللي انت هتواجههم علشان خاطر ما تخسرش كتير. حاول تكون حكيم، خلي بالك من المشاكل، بلاش تسمع للكلام اللي هم الناس بتقوله. انت الفترة دي هيكون عندك مواجهات كتير، اللي انت زرعته هتحصده. انتبه على صحتك كويس جدا، على معدتك، على ألم في مفاصلك، عندك قلق في حياتك وحيرة من امورك. شايفة كمان ان عندك وجع راس دايما في حياتك. عايزاك تكون هادي، عايزاك تكون حكيم، بلاش تخلي الامور السيئة هي اللي تسيطر على حياتك بالكامل. حاول تطلع من اللي انت فيه، حاول تحسن امورك، تطلع رحلة، تغير جو. شايفة ان انت عندك كمية اشتياق للاطفال هنا، انت متهيألك ان انت مستني طفل، او عندك حد بعيد عنك انت مشتاق له كتير جدا، عندك حد عزيز على قلبك توفى اليومين اللي فاتوا وحزين عليه قوي لدرجة ان انت دمعتك على خدك، وكل ما تفتكره بتحزن قوي. حد كان بيحبك، حد كان محتويك، حد من بعد ما مات زعلت عليه قوي وكسر ظهرك او كسرك انت يا برج السرطان. عندك حد مريض انت بتحاول ان انت تساعده، بتحاول تديه كل حاجة حلوة علشان خاطر هو فعلا يستاهل منك اي حاجة حلوة. شايف ان عندك امور كتيرة جدا حلوة باذن الله الفترة اللي جاية، عندك تحسن في وضعك في العمل. بلاش الحيرة، بلاش الاحباط، بلاش اي حاجة وحشة، بلاش تخلي الحاجات الوحشة. عندك حد صغير، طفل انت بتحبه، اذا كان ابنك او اذا كان حد من ابن اخواتك، من ابن حد معين انت بتحبه جدا، انتبه عليه كويس جدا، او خلي الناس دي تنتبه عليه علشان خاطر ما تفقدهوش وترجعوا تندموا في الاخر. اتمنى لك السعادة، اتمنى لك الخير، اتمنى لك الفترة اللي جاية تكون امورك عكس ما انت فاكر. ان شاء الله باذن الله الفرحة هتكون من نصيبك، وكل حاجة حلوة هتكون ليك يا برج السرطان. مين الشخص اللي عندك مسجون، او الشخص اللي دايما بيتلعب بيه؟ الشخص اللي عندك طيب جدا، الشخص ده من كتر طيبة قلبه دايما بيتحط في خانة المشاكل السلبية والتعب النفسي. في حاجة كمان انت بقالك مدة فاقدها، لإما مال، لإما حاجة معينة بقالها مدة مفقودة من حياتك دورت عليها كتير فيها، يبقى في كلام بينكم، او الحاجة دي هتلاقيها او هتعرف حاجة عنها الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا في خطوة جديدة، الخطوة دي هتكون فتحة جديدة لكم، ممكن كمان تكون فتحة خير، تغيير عتبة، تغيير حاجة انتوا عايزين تغيروها بقالكم مدة. في قعدة، والقعدة دي انت هتاخد فيها قرار حاسم، القرار الحاسم ده هيكون مع مواجهة مع حد انت قررت ان انت تتغير. وبالفعل انتوا عندكم تغيير جذري لحياتكم الفترة اللي جاية، علشان التغيير ده هيكون في كمتكم انتوا. بس انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني هتخرجوا حية من حياتكم الحية دي، دفء يعني دفء، يعني انتوا عملتوا المستحيل علشان تخرج من حياتكم، هتخرجوها من حياتكم الفترة دي وهتطردوها، وهتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والبلوك اللي بينك وما بين حد هيتفك، في بلوك عندكم هيتفك الفترة دي. انتوا ساكتين عن حقيقة او عن سر
ساكتين ومش بتتكلموا، فانتوا هتحلوا مشكلة بقالها مدة انتوا ساكتين عنها ومش بتتكلموا، هتحلوها وهتاخدوا فيها طاقة تانية خالص وقرار تاني خالص. بس في حاجة محيراكم، في شوية وجع عندكم، انتوا مش حاسين بالسعادة، مش حاسين بالاستكمال، بس دايما بتقول الحمد لله على كل حال. في مشكلة بتحاولوا تحلوها عندكم، او في ضغط نفسي بتحاولوا ان انتوا فعلا تحلوه، بس في شخص مدبر لكم مكيده. بس الايام اللي جاية هتخلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، وهتلاقوا الشخص فعلا اللي يستاهل يكون موجود في حياتكم، هتمروا بطاقة ايجابية، وهترموا من ورا ظهركم الطاقات اللي انتم متوزعه عليكم واخده جزء كبير في حياتكم. الكوكب بتاعكم هيكمل الفتره اللي جايه، ومن بعد ما هيكمل انتم هتجددوا، هتشتروا الحاجه اللي انتم عايزين تشتروها. في كمان حد عندكم صاحب عربيه، او حد عندكم ليه سلطه لحاجه معينه. انتم دايما يعني دايما بقول لكم ان اللي محدش يعلم الغيب الا ربنا، فعشان كده في امور هتستجدوها عندكم، وحاجات قاعده حلوه هتتعامل مع هتبقى فيها طاقه ايجابيه من الشخص اللي هيجي يتكلم معاكم الفتره اللي جايه، وهيفتح معاكم مواضيع من الشخص اللي ظلمك واتكلم عليك، وعشان كده انت مازال بتعاني منه، وما توقعتش ابدا ان الشخص ده هو اللي ممكن يأذيك في يوم من الايام. انت بتفكر 24 ساعة امتى ربنا يفرجها عليك وامتى ربنا ييسر همرك. ما تقلقش خالص، انت استقرارك بنفسك هيبقى بسبب الاتصال اللي هيجي لك الفترة اللي جاية. بس انت متقلب المزاج اليومين دول، وضغط على نفسك وقافل على نفسك، ارمي ورا ظهرك كل اللي انت فيه. في حاجات كتيرة جدا في قلبك بتوجعك، حتى نبرة صوتك حزينة، عندك بشرة حلوة بالرضا من عند ربنا ليك، في حاجة حلوة قوي هتحصل لك الأيام اللي جاية بإذن الله، هتعوضك وهتجبر خاطرك، وهتحس إن ربنا أكرمك من أجل إن أنت تكون مبسوط. فأنت بلاش يكون الفترة دي كلامك يكون يعني كلامك يكون كده دبش شوية في بعض الأمور، عشان في ناس زعلانة منك وأنت عايز تصالحها. انت واخد الامور كده بطاقة، فياريت تجدد من اللي انت فيه. انت ربنا منجاك من شخص كان مقيد ليك حفرة كبيرة، فبدأت ان ربنا يقف معاك فعلا وهيساعدك. بس ما تسمعش كلام الست اللي دايما يعني هي عايزة تأذي فيك. انت الست دي ما شاء الله عليها شطرة جدا ان هي تكسر بخاطرك. مين الصديقة اللي كانت من ابراج هوائية، كان بينكم صديقة من أبراج هوائية وغدرت بيكم، أو عملت لكم عراقيل سلبية، أو حد من برج الدلو كان عندك، وإيه اللي حصل؟ الأمور ما في أمور عندكم حصلت بينكم وبين برج الدلو، توتر وحيرة. كمان أنتوا هنا بتعاني من قلة الرزق اللي أنتوا فيها حاليا. في ثقة بالنفس هتكون عالية الأيام اللي جاية، وهتدخل في مشروع حلو بسم الله ما شاء الله عليكم. تنجية من عذاب كبير على كتفكم، في مغامرات وفي دخول محكمة وهتطلعوا منها منصورين. في خبر انتوا هستجدوه الايام اللي جاية دي، انتوا هتاخدوا قرار حاسم وهتكونوا فرحانين قوي. في كمان هنا هدف قدامكم، الهدف ده انتوا طالعين السلم عشانه. طيب في جذر او في مشكله بينكم وبين الاسره، او بينكم وبين العيله، انتوا مش مرتاحين بينكم وبين بعض، في سر هينكشف هيخليكم تاخدوا قرار، وهيخليكم كده تعيدوا ثقتكم في الحسبان بشكل تاني. كمان انتوا قررتوا ان انتوا يعني قررتوا ان انتوا تكتشفوا، انتوا عمالين عايشين في المغامره الايام دي، من اكتر الايام اللي فيها مغامرات عاليه. بس في شك، انتوا ماشيين ورا الشك اللي في حياتكم، ولا انتوا في حاجة معينة شاكين فيها؟ في شخص بيتجسس عليكم، خلوا بالكم، شخص بيراقبكم بكل الطرق، وبينكم وما بينه
حاجة كبيرة. في تعبان، التعبان ده يعني تعبان كبير كبير قوي، واقف كده ومتعمد ان هو يأذيك. خلي بالك، بس انت هتموته، انتوا هتموتوه. العاطفية عندكم لازم تهدوا اللعب الفترة دي خالص. انتوا عندكم الشريك بيحبكم قوي، وحابب ان انتوا تكونوا واثقين وان هو بيحبكم، بس انتوا مش مستحملين، بتمروا بمشاكل كتيرة جدا الفترة دي وبضغوط نفسية، وكمان عليكم عين كبيرة مأثرة عليكم بشكل كبير قوي. والضغوط اللي انتوا مأثرة، انتوا رميتوا شبكة ناس كتيرة جدا، او رميتوا طوبة حد كبير، حد عندكم في حياتكم، بسبب ان انتوا حسيتوا ان الاشخاص دول بيبصولنا في حاجات كتيرة جدا. انتوا مش حاسين بالراحة في ارض بيتكم، مش حاسين بالراحة في حياتكم بالكامل. فقريب جدا هتشتغلوا، قريب جدا هيبقى فيه الطريق هينور من بعد الظلمة اللي عندكم، او من بعد الخنقة اللي انتوا فيها. فانتوا هتجددوا في حاجات كتيرة جدا. بسم الله، كمان بسم الله، كمان ما شاء الله عليكم. لا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم تجديد في حاجات جديدة، كمان في انتصار. الانتصار ده انت هتخليك تبقى في قمة الازدهار، وهتخليك عندك خطوة جديدة ومندفع لتجديد كتير. انت ناوي على سفر، ناوي على في ورقة حد هيفتحها معاك، او في انت هيكون عندك لقاء بمنصب حد، وبعد كده هتاخد خطوة جديدة في اللقاء ده. انت عندك لقاء حلو ومن وراه هيبقى في صفقة، وممكن كمان البعض منكم هيبقى في صفقة. الصفقة دي هتحس ان هي تعويض ليكم، يعني انتم ما شاء الله عليكم عندكم ازدهار، بس الصلة الكبيرة القوية بالست الكبيرة العجوزة دي بتدعوا دايما ربنا. حصل عندكم اليومين دول حرفيا مشكلة بينكم وبين حد، وشدتم مع بعض، حد قال عليكم كلام مش لطيف، فانتوا شديتوا مع بعض وخدتوا كده موقف تاني، في شدة شدتوها انتوا الايام دي وزعلتوا مع بعض بسبب كان في فتنة او بسبب حد وصل لكم كلام. في مشكلة عندك برضو متعلقة بخصوص اطفال، لاما انت عامل مشكلة بخصوص اطفال، لاما انت مشتاق لاطفال بعاد عنك، الله اعلم. انتوا عندكم طاقة ايجابية، عندكم خروج من محنة، المحنة اللي عاملة لكم عكوسات في كل حاجة، حياتك او حياتكم هتكون ماشية زي ما انتوا عايزين. انتوا طول ما الفترة دي بتخرجوا اي طاقات سلبية من حياتكم، دايما هيكون في ازدهار وثقة بالنفس، انتوا اقوياء جدا، فبلاش تخلوا الطاقة السلبية تكون ضغط عليكم. الحظ عندك ومن جانبكم، شراء حاجات جديدة وبشر جايلكم في خير، في استكمال خطوبة، استكمال جواز، وفي ارتباط. بسم الله ما شاء الله عليكم، حظكم حلو قوي الفترة دي، وفي تجمع حلو، في مناسبة كمان حلوة، في حد هيتخطب، في مناسبة حلوة هتحضروا لها. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا هتنزلوا تشتروا حاجة جديدة عندكم، الحاجة اللي هتشتروها دي هتكونوا مبسوطين جدا بيها. الكوكب بتاعكم كامل، فيخلوا بالكم انتوا عندكم نجاح في دراسة، وكمان في شخص هنا انتوا مش هتتكلموا، يعني انتوا ممكن تاخدوا معاه خطوة جديدة. البعض منكم ناوي
على استجدات في شراء، استجدات في حاجات، رغم ان عندكم عكوسات بتحصل عندكم، بس انتوا في طاقة تانية خالص. كمان زي ما قلت لكم، الشخص اللي محبوس او في سجن او في ضيق، او شخص عندكم في خنقة او في ضيقة، بإذن الله ربنا هيفك كربه. انتوا فوضتوا امركم لله، يعني خلاص ما بقيتوش محتاجين اي حاجة. بس بلاش تتعاملوا بنية صافية مع اتنين زي ما قلت لكم مقربين ليكم. انتوا هنا طول الوقت عيونكم مقفولة، طول الوقت خمول وكسل، وقافلين على نفسكم. فركزوا كويس جدا انه في رسالة وفي عرض هيتعرض قدامكم الفترة اللي جاية، وربنا هيبارك لكم في المال اللي هيدخل لكم. انتوا زي ما قلت لكم فلوسكم متبخرة، ومن ورا فلوسكم متبخرة دايما حاسين بتقلب المزاج وبتقلب الامور. كمان هيبقى في اطفال هتشوفوهم من بعد غيبة كبيرة، او انتوا ناويين البعض منكم ممكن يكون في غربة اصلا، هيبقى في رجوع وهيبقى في كلام حلو. برج الثور بينكم وما بينه حاجة، في حاجة، في رابط قوي بينكم وما بين برج الثور، او صلة قريبة. كمان انتوا هنا بسم الله كمان هتكونوا مندفعين قوي عن شخص، هتدافعوا عن حقيقة انتوا عارفينها. في حد هيحاول يرمي عليكم تهمة، او حد هيحاول يتكلم، الله اعلم، بس انتوا هتكونوا مندفعين وهتاخدوا خطوة ايجابية وخطوة تانية خالص. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة، الحاجة دي يعني هتخليكم توصلوا بسرعة للهدف بتاعكم. انتوا اصلا بتخططوا في السر الفترة دي، ما بقيتوش تشاركوا تفكيركم مع حد زي الاول، بتقولوا انا هكتم وداري واشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. بالفعل عشان كده انتوا شغالين وكاتمين وساكتين، ما بقيتوش زي الاول، ففي خطوط ايجابية انتوا ماشيين عليها. في كمان هنا في حد ماشي في طريق مش كويس، في حد بيلعب في سكة مش كويسة، او بيشرب حاجات مش لطيفة. فانتوا هنا بتحاولوا ان انتوا خلاص خلاص في حاجات كارهينها بشكل كبير. في شخص عندكم غدار، او شخص مغادر، شخص بيخون. انتوا دايما كنتوا اضحياء. برج الجوزاء ظلمكم بشكل كبير جدا، وهتاخدوا حقكم منه الفترة اللي جاية تالت ومتالت، علشان برج الجوزاء ده حطمكم بمعنى الكلمة. فعشان كده ربنا هيكسر أمركم وهيفك، يعني هيفك الضيقة اللي عليكم. وبسم الله ما شاء الله عليكم، هتحاولوا تعالجوا المشكلة اللي بدأت تظهر في حياتكم، هتعالجوها. ولو عندكم اي ضغط نفسي انتوا هتهربوا منه، انتوا اصلا بترموا دلوقتي اي حاجة اذياكم ورا ظهركم. في ناس بتحاول تبعدكم عن الشريك، او بتبعدكم تحت مسمى ان هي خلاص. في حد عندكم اتصاب بمرض او تعب وبياخد علاج، او مازال بياخد علاج عندكم، ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه. بس دايما اقول لكم ان الشريك بيحبكم قوي، فلو في حاجه، في سحر او في مشكله او في ضغط، خلي بالكم ان لما بيكون في سحر الشريك ما بيكونش في وعيه، ما بيكونش عارف هو بيعمل ايه، او عارف هو بياخد قرار ازاي. كل همه الانفصال، او كل همه الخروج من المحنه اللي هو فيها. فيا ريت ما تظلموش، انتوا ممكن تكون حصل عندكم خطوبة وما كملتش بسبب كلام سلبي، وعشان كده مازال بتعانوا من القهر والظلم من الاهل. وبرضه كان في مشكلة بينكم ما بين اخ، عايز ياخد حقكم، طمعان في اللي انتوا فيه. الطمع دايما واخد جزء كبير جدا في حياتكم، وده بسبب ان انتوا دايما في طاقات متوزعة عليكم. بس خلي بالكم كل حاجة هتحصل الفترة اللي جاية هتكون من صالحكم انتوا، ومن بعد كده هيكون في خروج من حاجات جديدة، حاجات قديمة، وهتدخلوا في حاجات جديدة، وهتكونوا مؤمنين جدا ان ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في الوقت المناسب، علشان انتوا طال انتظاركم. والسفر عندكم فتحة اسمة كبيرة جدا الفترة اللي جاية، في سفر او تخليص ورق عاطل، او تخليص ورق في محاكم، الله اعلم.
تحياتي ليكم، واتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو. تحياتي ليكم.